أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات مجالس المحافظات العراقية، والإيزيدية كالعادة لا جديد في جعبتهم إلا التسول وجمع الأصوات ليفوز بها أناس آخرين غير إيزيديين. عرس انتخابي أم جنازة انتخابية تنتظر الإيزيديين؟ ككل الانتخابات السابقة، الأحزاب تستغل الإيزيديين ومرشحيها لجمع الأصوات لقوائمها بلا برامج انتخابية وبلا رؤية سياسية. يتسابق مرشحين إيزيديين كثر على أصوات شعب أهلكته الإبادة. مصاريف خيالية وسيارات فارهة بالإيجار وتوزيع مبالغ مالية وشراء ذمم، هذه هي الأيديولوجيا الوحيدة للمرشحين الإيزيديين. وعود بالتعيينات وتحرير المختطفات ورعاية الأرامل والأيتام وحل المشاكل الإدارية والأمنية في سنجار لسان حال مرشحي الإيزيدية. هذه الوعود الخيالية لا تستطيع الدولة وحكومتها نفسها من تنفيذها، فكيف بمرشح حزب لا يرى ولا يسمع إلا ما يقول له فوقه؟ تسعة وعشرون مرشحاً إيزيدي يتنافسون على أقل من ربع مليون صوت. إن كانت نسبة المشاركة 50% في المحافظة، فكل مرشح بحاجة إلى 30,000 صوت ليفوز بمقعد. الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه 11 مرشح إيزيدي. الاتحاد الوطني الكردستاني لديه 9 مرشحون. حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي بادي لديه 3 مرشحين. قائمة القيم المدني لديها مرشح واحد. كتلة صادقون تحالف الحدباء أيضا مرشح واحد. وأربع مرشحين إيزيديين يتنافسون على مقعد الكوت اليتيم. لا جديد في الأمر سوى تشتيت أصوات الإيزيدية. ولو أن الإيزيدية ضمن كيان واحد أو قائمتين متنافستين لحصلوا على 7 مقاعد في المحافظة كأقل تقدير، ولكنهم متشتتين ووسيلة سهلة لجمع الأصوات لغيرهم وتبذير أموال طائلة كانت تكفيهم طول العمر.